في سورة النساء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. التحريم حدد بوقت في أوقات الصلاة. ثم جاءت الآية الرابعة في سورة المائدة التحريم الجهادي. من يذكر الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا فيما يخص آيات الخمر الأربع. من يذكر لنا آيات الربا، الآيات التي ذكرت في باب الربا؟ أول آية في سورة الروم قال تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية لم تحرم وإنما بيّنت. الآية التي تليها ذكرت في سورة النساء. من يذكر الآية؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذه الآية الثانية في آيات الربا. الآية الثالثة في سورة آل عمران. من يذكر الآية؟ لا تأكلوا الربا. هذه الآية حرمت نوع واحد من أنواع الربا ألا وهو يسمى ربا النزيه والمضاعف. يعني نوع واحد حرمته الآية عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم جاءت الآية الرابعة في أي سورة كانت؟ البقرة. في سورة البقرة. اذكر الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا ما أخذناه في الدرس الماضي. الآن نمر إلى درسنا في هذا اليوم. سيدي أيضا من الأوائل والأواخر المخصوصة أخذنا آيات التي حرمت الخمر وأخذنا الآيات التي حرمت الربا. لأن نأخذ الآيات التي وردت في الجهاد. أيضا من الأوائل والأواخر المخصوصة آيات الجهاد. فالجهاد وردت فيه آيات كثيرة أكثر من 70 آية. مش كما الخمر وكما الربا في 4 آيات. الجهاد وردت فيه أكثر كما ذكر السيوطي أكثر من 70 آية. نعم. والآيات الواردة فيه أكثر من آيات الخمر والربا. والآيات الواردة فيه يعني في الجهاد أكثر من آيات الخمر والربا. فالآيات الواردة في الجهاد أكثر من 70 آية. الآية الأولى مش ناخذ منها 4 آيات فقط اللي تهمنا في هذا الموضوع. الآية الأولى في سورة النساء قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. هذه الآية شنو فيها؟ فيها نهي عن مقاتلة المشركين. يعني في أول الأمر جاء النهي بتحريم القتال مع المشركين. هذه أول آية ذكرت ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية في سورة النساء. هذه فيها نهي عن مقاتلة المشركين لأن المسلمين كانوا ضعفاء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية الثانية أو إن استطعت أن تكتب المرحلة الثانية وقتاش كانت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني الفترة اللي كان ماكفها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كاملة كانت الآية في سورة النساء النهي عن مقاتلة المشركين وعن القرب وعن الصفح البعد الكامل لأنهم كانوا ضعفاء وقتاش انتقل الأمر قال مرحلة ثانية بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له دولة وصارت عنده قوة وصارت له دولة وصارت عنده قوة أذن الله له بالقتال قال تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون شوف كلمة أذن كأن القتال كان متوقف إلى هذه الفترة الانتقالية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هذه أول آية نزلت في القتال في الإذن بالقتال أذن للذين يقاتلون اكتبوها الآية كاملة تحفظوها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ديارهم هي مكة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذه الآية ولاحظوا لفظة أذن فإنها تدل على أن الجهاد كان محرما عليهم اكتبوها ولاحظوا لفظة أذن فإنها تدل على أن الجهاد كان محرما عليهم كأنك واحد كنت ناهي عن شيء ثم أذن ولاحظوا كلمة يقاتلون لم يقل يقاتلون قال يقاتى بفتح التاء ولاحظوا كلمة بأنهم ظلموا يعني لهذه الأسباب أذن لهم بالقتال فهذه هي المرحلة الثانية الإذن بالقتال لمن قاتلنا أو لمن قاتل المسلمين ولمن كان له ظلم علينا هذه المرحلة الثانية يعني المرحلة الأولى في سورة النساء في الفترة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان الجهاد كان محرما عليهم لأنهم كانوا ضعفاء فعندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس دولة أذن له بالقتال المرحلة الثالثة
وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات وهي المرحلة منها آية سورة البقرة قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الآية السابقة اللي ذكرناها كان فيها الإذن بالقتال، وهذه الآية فيها الأمر، فيها الأمر. فانتقلنا من مرحلة الإذن والإباحة إلى مرحلة الأمر والإيجاد. الآية السابقة كان فيها الإذن بالقتال، وهذه الآية اللي هي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذه الآية فيها الأمر. فانتقلنا من مرحلة الإذن والإباحة إلى مرحلة الأمر والإيجاد. فها أمر يعني وقاتلوا في سبيل الله، واصل اكتب، وأنه يجب على المسلمين، وأنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا جميع من قاتلهم في الآية بتاع سورة البقرة. كل من رفع السلاح، فكل من رفع السلاح في وجوه المسلمين أو أرادهم بسوء وجب على المسلمين أن يقاتلوه. هذه المرحلة هي الثانية، انتقل فيها الأمر من الإذن إلى الأمر والإجابة. المرحلة الرابعة وهي المرحلة التي استقر عليها الجهاد، وهي المرحلة التي استقر عليها الجهاد بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان على حال، ومن كان على حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هي المرحلة التي استقر عليها الجهاد بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان على حال مثل حاله صلى الله عليه وسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأعلن أن لا يحج بعد ذلك العام، العام التاسع، وأعلن أن لا يحج بعد ذلك العام، العام التاسع، مشرك، أنزل الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأعلن أن لا يحج بعد ذلك العام، يعني العام التاسع، مشرك، أنزل الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية كانت في سورة التوبة، آخر ما نزل من آخر سورة نزلت في القرآن، ما هي؟ إذا شاء نصر الله. وآخر سورة في المطول نزلت
من القرآن هي سورة التوبة التي ذكرت فيها هذه الآية. يعني تقول آخر سورة نزلت في الصور في قصص الصور هي سورة إذا جاء نصر، وآخر سورة نزلت في المطول هي سورة سورة التوبة. كم؟ نعم. وصلنا؟ سمعت عن الآية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية الرابعة، يعني مرحلة الرابعة. أشهر الحرم، وهي الأشهر التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة بينه وبين جميع أعدائه وبين جميع أعدائه. الأشهر الحرم الذي قال فيها المولى عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة بينه وبين جميع أعدائه، وهي أربعة أشهر، وهي أربعة أشهر كانت بدايتها في اليوم التاسع من حج العام التاسع قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعام. وقتاش بدأت؟ قال كانت بدايتها في اليوم التاسع من حج العام التاسع قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعام. قل لي مش مسيح أنا مشنا قطرة دي قعدت من الدرس اللي فات. وهي أربعة أشهر كانت بدايتها في اليوم التاسع من حج العام التاسع قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعام. وامتدت بعد ذلك أربعة أشهر، يعني عام وأربع شهور. وامتدت بعد ذلك أربعة أشهر، وليس المقصود بالأشهر الحرم المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ليس المقصود بها. قلنا عام قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم وأربع شهور بعد، يعني عام وأربع شهور. هذه النبي صلى الله عليه وسلم خلاها فترة مش يخرجوا المشركين من مكة. وإنما الأشهر الحرم حرم فيها القتال، وإنما الأشهر الحرم حرم فيها القتال حتى يكون لهؤلاء المشركين، حتى يكون لهؤلاء المشركين فسحة حتى يخرجوا بعيدا عن مكة. انذار يعني قال لهم فيكم المدة هي المهلة اللي هي عام وأربع شهور تخرجوا من مكة. وإنما الأشهر الحرم حرم فيها القتال حتى يكون لهؤلاء المشركين فسحة حتى يخرجوا بعيدا عن مكة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى به الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي الفترة اللي ذكرناها فاقتلوا المشركين، يعني إذا كان قعدوا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فأمر الله بقتال المشركين في كل مكان، يعني في هذه الآية فأمر الله
بقتال المشركين في كل مكان. وهذه الآية ناسخة لما قبلها بل لجميع المراحل السابقة. المراحل السابقة اللي ذكرناها ثلاثة آيات، اللي هي أول آية لتحريم القتال، ثم بالإذن بالقتال، ثم الثالثة، ثم هذه اللي هي الأمر بالقتال، ثم هذه الآية. قال وهذه الآية ناسخة لما قبلها بل لجميع المراحل السابقة حيث استقر أمر الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. حيث استقر أمر الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فليس هناك إذن بقتال، وليس هناك أمر بقتال لمن يقاتلنا فقط، بل هناك أمر عام. يعني في الآية أعيد، وليس هناك أمر بقتال لمن يقاتلنا فقط، بل هناك أمر عام. ليس هناك أمر بمقاتلة بقتال من يقاتله في الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ذلك المقصود. قال وليس هناك أمر بقتال لمن يقاتلنا فقط، بل هناك أمر عام بمقاتلة جميع أنواع الكفار. واضحة هذه الآية، يعني بمقاتلة جميع أنواع الكفار، إما جهاد طلب أو جهاد دفاع. وهذا فيه تبيين واسع، إن شاء الله قاعدة أمر عليك شوي بشوي. إما جهاد طلب أو جهاد دفاع، لكن ينبغي أن يعلم، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا، يعني هذا شرط أو قيد، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لمن كان على حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من القوة